كيف تصنت لنا. إذن بالاسم ديالكم جميعا وبالاسم ديال عشاق ديال المهرجان الغيواني كنجدوا الطلب، والسيد بن بلا هو معنا خاصو يخبر السيد العمدة أنه ابتداء من الدورة التاسعة ما غاديش نديروها إلا ما تبطلتش الشركة. بارك 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 نوعية الطرح هنا في الجمعية، لأنه بصراحة الدورة إن شاء الله مقدمين في 2019 على الدورة التاسعة وباقي هازين القدح كنطلبوا الفلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنعيشوا اللحظات الاخيره ديال المهرجان الغيواني الثامن، الدوره الثامنه. بفضل الله سبحانه وتعالى حاولنا نقضوا الدوره الثامنه من الالغاء بطبيعه الحال بفضل ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي دعمونا معنويا، لانه بلاد الحيتي دعمك معنوي انت تيدفعك انك والحمد لله كانوا امكانيات ماديه ضعيفه، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والحب ديال العشاق، لانه لاحظنا هذا العام انه جو العشاق ديال المهرجان من مختلف المدن، كاين تطوان، كاين طنجه، كاين قنيطره، كاين سلا، كاين الرباط، كاين الدار البيضاء واكثر، كاين اكادير، كاين بني ملال، كاين فقيه بنصر، ان هذا الشيء ان المهرجان حيث انه كيجيو ليه الناس من مختلف المدن، اذا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وحنا من طبيعه الحال تم التكريم ديال واحد الفنانه اللي هي سكينه الصفدي. سكينه الصفدي هي تعتبر المراه الاولى اللي انخرطت في النمط الديواني من طبيعه الحال، انخرطت من المؤسسين ديال مجموعه جلجيله. من طبيعه الحال كاينه نقطه اخرى اهم عند سكينه، هي الفنانه الوحيده في وسط الفنانه الرجال والعائلات، ما كاينش شي فنان ولا فنانه يشاركوا في المسيره الخضراء ما عدا سكينه الصفدي. ان شاء الله احنا مقبلين على الدوره التاسعه، ولا اخفيكم سرا انه تم الدورات الاولى تعبنا بزاف، لانه تنوليو تنهزوا القدح وتطلبوا الصدقه، تطلبوا الصدقه باش نشطوا المدينه. راه عار راه عار 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 طلبنا في هذا الباب، طلبنا من طبيعه الحال كاين دعم، ولكن دعم هزيل، وتبقى تنتظر، خاصك تنتظر ام تبغى يصوتوا عليه في الدوره، وما عرفتيش المبلغ اللي غادي يدعموا المهرجان، لانه المهرجان راه تيطلب ميزانيه، كاين التعويضات ديال الفرق، كاين الاقامه، كاين التغذيه ديالهم، كاين الطباعه، كاين بزاف، كاين واحد المجموعه ديال المتطلبات الماديه. نهار المبرمبر ديال الاصوات، جريده الاصوات، كنطلب من الاستاذ العربي بن الخيل وعنده سمعه طيبه، ولكن حنا كنطلبوا انه بركه 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 بركه، لانه قدمنا ليه رعاه ديال الطلبات باش يتم ابرام شراكه ما بين مؤسسه المهرجان الغيواني والمجلس الجماعي، لانه عار نوصلوا العام الجاي السنه المقبله ان شاء الله الدوره التاسعه، وباقي تنتسناو الدعم، لانه الدعم راه تيكون على حساب الجمعيات كثار، حشومه ندخلوا حنا مع جمعيات عندهم سنتين وما عندهم لا مشروع لا والو، حنا عندنا مشروع سنوي وتي يخلق اشعاع فني وتيخلق تيساعد على السياحه الداخليه، خاص هذه الشركه يكون ابرام من هذا المرمر ديالكم. راه الا ما تمش ابرام شراكه مع المجلس اللي كنقولها باش تعرفوا بانه واحد غادي ناخذوا، راه ما غاديش ننظموا جمعيه مؤسسه المهرجان الغيواني، ما غاديش تنظم الدوره التاسعه ديال الناس، واحد العدد كبير اللي رجع في حالته، هذا تيدل على ان المهرجان الغيواني ولا عنده عشاق ديالو. وكي تعرفوا انه اربع ليالي دازت، كاين الناس اللي جاوا من تطوان، من طنجه، من قنيطره، من سلا، من الرباط، من جديده، ولكن انا عندي واحد انا وياكم، ما غاديش نديروا الدوره التاسعه حتى يدير معنا المجلس الشركه.